تعالوا بقى نتكلم عن سولشاير وفكره هل هيكمل ولا مش هيكمل. امبارح جمهور المانشستر يونايتد، ودي حاجه عجيبه جدا وغير مسبوقه يا حضرات، الجمهور كان فرحان جدا وزعلان موت في نفس الوقت، يعني دي حاجه ما بتتكررش كتير في عالم كره القدم. جمهور فرحان انه كسب، ولكن في نفس ذات اللحظه زعلان ان الفوز ده معناه ايه؟ معناه انه هيجدد الثقه في المدرب وهيكمل معانا شويه كمان. يعني امبارح كان برضو من الامور الرائعه اللي شفناها جدا، يعني الجول اللي حققه او اللي سجله رونالدو على الطاير، حاجه كده يعني ايه من بتاعه زمان، حاجه من بتاعه ماركو فان باستر لو حضراتكم فاكرين في نهائي اوروبا 88. دي كانت لقطه ملفته جدا للانظار. كمان عوده مانشستر والفوز على توتنهام كانت حاجه عظيمه جدا، لكن جماهير مانشستر يونايتد زعلان، قال لك ما معناه يعني وجع ساعه ولا كل ساعه، كنا خسرنا امبارح وكان الراجل مشي وخلصنا، لكن يعني كانت فعلا سابقه ما بتتكررش كتير.